المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أشكر الله تبارك وتعالى الذي أولانا من النعم لا تعد ولا توصى، ومن ذلك كوننا إخوة معكم ووجهنا رجال الفضائية لزيارة هذا المبنى الرئيسي في جباية الزكاة وتوزيعها لمن استحقها. فها نحن أمام الشيخ الذي يرأسنا وبين لنا جميع ما نحتاج إلى استماعه، واستفدنا من ذلك فائدة لا نكاد نبين مداها. فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. بعد ذلك أفرحنا جدا قال الشيخ أنكم ستزودون ببعض الكتب التي كتبت لبيان يعني النظام وجميع ما يحتاج إلى معرفته الذي يريد أن يقتدي بفضيلتكم. فإذا أخذنا هذا نجمع أعضاء لجنة هذه الجماعة لكي نجالس معا ونتدارس فيما بيننا، ونوجه إلى فضيلتكم بعض الأشياء التي صارت لنا غامضا لا نكاد نفهمها إلا بزيادة الاستفسار من فضيلتكم. لذلك لا أريد أن أطيل البيانات حول هذا الأمر، إلا أننا نشكر الله تبارك وتعالى الذي قدر لنا أن نأتي إليكم وأخذتمونا وشرفتمونا وأعطيتمونا وقتا غاليا حتى استفدنا بهذه اللقاء فائدة تامة بعون من الله تبارك وتعالى. هذه الجماعة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة أسست في نيجيريا قبل 35 سنة، التي أسسها المرحوم الشيخ إسماعيل بن زكريا وهو تلميذ للشيخ الحاج أبو بكر محمود قومي رحمهما الله وجميع أساتذتي وشيوخ المسلمين وجميع إخوة من المؤمنين. فلما أسست هذه الجماعة للدعوة، ومن طرق الدعوة الوعظ في المدن والقرى، وأسست فروعها فصارت مترامية الأطراف في نيجيريا وفي الدول متجاورة لبلادنا. فأسسنا المدارس من الرياضية والابتدائية حتى بلغنا نؤسس مدارس بمستوى الجامعي. بلغنا أن نوضيع الشهادات للدبلومة، واشترينا بيئات. فمن الأشياء التي تقوم به هذه الجماعة إرسال الأبناء والبنات لطلب العلم في الدول، ومن هذه الدول
السلطان التي تخص يعني أكثر عدد من الطلاب التي نوجههم إلى هذه الدول. ويكفينا ذكرى مناكب السودان أن الشيخ الذي يعني تلمذ منه من أسسها الشيخ أبو بكر محمد قومي ومن خريج الجامعات في السودان. فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا. نريد أن ندائم العلاقة بما بيننا وبينكم ونأخذ عناوين منكم وسنوجه إليكم بالأشياء في النشاطات التي تقوم به هذه الجماعة إن شاء الله، وتأخذ بأيدينا للإرشاد حتى نبلغ يعني هذا المبلغ الذي يعني يشار بالبنان. فبدأنا يعني جباية الزكاة تحت هذه الجماعة، فلذلك نستفيد جدا بوجود الكتب التي ذكرتها لنا إن شاء الله. وقبل أن أقف أريد أن أسأل عن شيء واحد، ألا وهو أنكم إذا طلبتم من واحد من المسلمين والمسلمات أن يدفع الزكاة وامتنع من ذلك وأية حيلة تتبعونها لجبره على الدفاع التزاما، جزاكم الله خير الجزاء. ونرجو من سماحتكم أن تتركوا الباب مفتوحا لبعض الإخوة لعل الذين رافقوني إلى هذا المكتب لهم ما يريد أن يسألوا إلى فضيلتكم. فالباب مفتوح، والنصر إذا كان لكم شيء فما جعل لكم. جزاكم الله خيرا. نسمع نجمع الأسئلة كلها مع بعض. نسمع أخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. سادتي وإخوتي، كما تفضل الشيخ بزيارة ديوان الزكاة، والحمد لله قد أخذ قوس داريه أن الشيخ لم يكن بدويا ولكن مدنيا، لأن بيانه قد سار كأنه يدرس كما كان من قبل، لولا أنه كان في ديوان الزكاة وهو معلم تدريسي، والآن سار إداري وما زال إن شاء الله وما زلت في الإدارة الآن. وأكثر ما أريد أن أسأل أو أوجه الشكر إن الشيخ لما قام بزيارتكم جزاكم الله على الإسلام خيرا وضفتم هذه الفليب، قد رأينا بعض الأشياء المهمة التي تحتاج الاستفسارات، ولكنكم قد بينوا أن لكم الكتب تزودوننا به نحو هذه يعني ما أقول يعني
النهضة العلمية والتقدم، حيث أنكم وجدتم هذه الارتقاء، والشيخ الشيخ محمد الثاني الذي كان معكم رأى من المستحسن أن ينشأ هذا الجانب لجباية الزكاة، وقد وقع في ماليزيا مثل هذه يعني التطور، ولكنه لما أرسل واحد من أساتذة النجباء وجاء بهذا الخبر وجاء بهذه الخبرة وجاء بهذا البيان، رأى من المستأثر أن ينشأ، لما إنشأ ما جاوزت يعني ثلاثة أو أكثر من ثلاث سنين سنوات الآن، ولكن إن شاء الله بوجودكم أريد أن أشكركم لهذه العملية الخيرية التي قام بها الشيخ. وسؤالي فقط، كيف يعني تجدون المؤتمر الذي تحصلونه لحل بعض القضايا التي كنتم كما تفضلت أنكم إذا كان هناك مشكلة تحتاج إلى نفر قليل أو مؤتمر، أي خطوة يعني تتخذونها لحل بعض هذه القضايا التي كانت، ولا سيما للعمال، لأن أكثر العمال لا يريدون أن يدفعوا الزكاة، يرون أنهم ما دام أن عملهم